ويتواطؤون مع أداء الإسلام كما يصنع الشيعة الرافضة في اليمن وغيرها، يرفعون شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم أكثر الناس خيانة وتواطؤا مع أمريكا واليهود. كذبوا وفجروا. ما لا يجوز أن تسمى دولة اليهود بإسرائيل، لأن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب. إسرائيل كما سماه الله في القرآن، بنو إسرائيل أي بنو يعقوب. فنحن لا نسمي دولة اليهود بإسرائيل، هذا لا يجوز. هم يحبون ذلك وسموا دولتهم بذلك حتى ينتسبوا إلى نبي من أنبياء إسرائيل اللي هو يعقوب. نحن أولى بيعقوب منهم. هم كفروا بيعقوب وكفروا برسل الله الأنبياء وقتلوا رسل الأنبياء اليهود، فكيف ينتسبون إليهم؟ فالشاهد هؤلاء الشيعة الرافضة يرفعون شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هم كذبة. هم أكثر الناس تواطؤا مع أمريكا واليهود ضد المسلمين، وكذلك الخوارج الذين يمثلهم حزب الإخوان المسلمين وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة في ليبيا وتنظيم ما أدري إيش بيسمونهم أنفسهم الدعوة السلفية، وهم لا علاقة لهم بالسلفية، من يقولون خوارج. هذه كلها تنظيمات قامت على استحلال دماء المسلمين وعلى تمزيق بلادهم وعلى التواطؤ مع اليهود والرافضة والنصارى في أمريكا لتقسيم وتمزيق بلاد الإسلام وتحقيق مخطط الكفار الذي يريدون به أن يجعلوا المسلمين لقمة سائغة لهم، يلعبون بهم ويستحلون دماءهم ويوجهونهم إلى ما يريدون. وللأسف خلف ذلك أحزاب وفرق وجماعات يرفعون شعارات كذابة، هم ليسوا من الإسلام الصحيح في شيء.